شو اسمك يبا؟ كفتة. كفتة لا ما باكل. اسمك؟ اسمي كفتة. اسمك كفتة؟ اكيد امه شاورما. ضحكتك. شل سمنت مولود مطعم امس. اي ويرحم امه. شنو مرحبا امبو؟ بعدين شنو عراسك هذا؟ شنو برج؟ هذا طال عمرك شكش بس القصه مريم فارس. سلام. الله لا يسلمك. خذ لي بقى يا جروح ارجوك داويني لا تروح الروح كفى عذابي منك ليه تشقيني كفى عذابي منك ليه تشقيني خذني بك يا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح. صراحة صوتك حزين بس وجهك يضحك. أصدق ماسك نفسي غصب. والله ماسك نفسي غصب وجهك يضحك. جوهر شوف لحال. ابشر طال عمرك. امشي. حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني. جميل وممتاز ادائك ونبرتك حزينه. انت جوي مبروك. اللي بعده يا جوهر. عامر بن علي أكره الفلة والوناسة وأحب الكآبة. تشجع أي نادي؟ الأهلي. الأهلي السعودي. الله يعينك واضح الحزن بعيونك. مصيح. وين تروح وين تجي؟ بالغرفة دائما بالبيت تاكي بالغرفة ما أطلع ولا أجي. ما تروح مكان؟ إلا أروح العزاء. جوي العزاء. ممتاز ممتاز. انت جوي مبروك. الله يبارك فيك. تفضل طال عمرك. سم الف 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 مبروك حبايب قلبي قبولكم بوظيفه محزناتي. بس المطلوب منكم كل واحد صوره شخصيه وصوره عن الهويه عشان نكتب العقد. الحين حنا اللي بنوقع العقد ولا هو؟ لا حنا طوره فرحان اكثر مننا. مدري عنه. بس دقيقه بساله. الحين استاذي الوظيفه هذه فيها تامين طبي. طبعاً تأمين طبي VIP سكن ومواصلات وخارج الدوام حلاقة ببلاش كوي ببلاش. بس المطلوب منكم طال عمرك نولعها حزن ببيت أبو نواف. طب معك ولاعة؟ حق شنو؟ علشان نولعها ببيت أبو نواف. يا حلوة هذي حلوة عجبتني. تكفو وقف عليها تكفو وقف. يا هذا اللي أبي. أنت اللي اهدى أبوي وقف. يا ذا القمر اللي علينا تغوي ما شفت زوله بيبي بين الأزوار. ما شفت زوله بيبي بين الأزوار. شكله يضحك. قم 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 لا يموت. قم قم. عامر ياسر صم طال عمرك. من اللحظة هذه أنتم موظفين عندي هني براتب 5000 ريال. 5000 ريال. 5000 ريال شهرياً. ما ترجع بكلامك. لا لا ما راح يرجع. مبروكين. كان يا مكان في قديم الزمان كان في واحد قدح راح لأخوياه فطوقي بس أخويا زلايم الزبدة مات. أصبر يا أبوي وراك مستعجل أنت. قول علقتني. لبق السيارة ونزل القدحة. المهم يوم نزل القدحة هو يمشي كذا يمشي ناصر المخيم أوكي. كان عندهم كلب. كلب تعرف الكلب؟ إيه كلب كان عندهم. قول المهم هجم عليهم. يا أبوي قصتي ولا قصتك؟ خلاص أصبر. طيب لا تصير بثر أصبر. المهم ويدخل المخيم ويلقاهم ميتين. شلون ماتوا؟ ماكلين شاورما وتسمموا. شلون؟ شاورما بالبر. اي صح ما ينفع شاورما بالبر. طيب اسمع
انت وشلون تبين يموتون؟ يا اخي قصتي ولا قصتك؟ شيك صح قصتي دام في احداث فيها مو حقيقه ومن الخيال، قول احداث هذه القصه غير حقيقيه. احداث هذه القصه غير حقيقيه، اوكي؟ قلت بالبدايه اي اسف انا. قول قول كمل وبعدين. المهم انت يعني وش تبي يعني؟ ايه اسمع وش النظام؟ انا مليت يا اخي، بزر هو بزر ما ينام. جا 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 ايش فيك تحلطم انت وياه؟ انا بيني وبينك مليت يا اخي، خويك ذا بينام بسهوله، لازم تزود شوي بالراتب، خلك رجال. زود راتبك بورصه حنا؟ اسمع انت وياه، هذا الشغل لازم تعدونه بصدق وامانه، وزيدكم من الشعر بيت. باكر الساعه 7 الصبح تكونون هني، لان عنده موعد مهم بالشركه ويبيكم معاه. الله 7 الصبح وين يا ابوي؟ فاتحين فوال حنا. خلاص خلاص اوكي، بروح انا اجيب ثوبي واجي. مع السلامه. السلام. تفضل طال عمرك. تفضل ادرب على ترى سلمتين. الجو زين؟ مناسب مناسب. وين الموظفين؟ موجودين طال عمرك. موجودين مساكين طال عمرك. شو نايمين كل هذا علشان خاطرك طال عمرك. أقول قعدهم يلا قعدهم على هالخشب. قم قم انت وياه. حوشيه ابو نواف. ها ابو نواف صباح الخير. صباح الهم والنكد عليكم وعلى كل الكره الارضيه. وانت معنا ابلش حقت ذي. اوف اوف اسمع هذا الخبر يا ابو نواف، يقول لك صار حادث سيارتين تصادموا في شارع التخصصي وسببه قطوه. ام عاد قطوه. ايه والسيارتين ماتوا، حتى المتجمهرين كلهم ماتوا. اوف 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 ابو نواف ابو نواف. شوف شوف ايش يقولون، يقولون منظمة الصحة العالمية انتشار مرض خطير اخطر من كورونا وقد يتسبب بوفاة كل البشر. وحصلوا العلاج؟ ها لا لا ما لقوا العلاج. ايه ولا راح يلقون ان شاء الله. اللي تبي انت سلامات. ما بقول له تدبك عندنا هنا. اهدى اهدى من كذا، تفهم ولا ما تفهم؟ الحمد لله على السلامة يا وحشنا. افصل ذا يا ابو نواف، افصل ذا. انت منصور ولي؟ ان شاء الله يا ابو نواف، والله عندي امي وابي وستي وجدي ابراهيم بالبيت، وينك تطالع نزيد؟ راح اسوي لي باب الحارة، انت منصور. ابو نواف سووا له خروج نهائي الحين. لا لا حرام عليك، خروج نهائي عدا 5 دقائق اضافي يستاهل. يا جماعه الخير تراكم ظلمتوه، ما سوى شيء هو. ابو نواف افصل ذا. بس انا ما سويت شيء، وعندي ظروف وعندي اقساط وعندي 5 عيال. عندك 5 عيال ايش تبي الوظيفه؟ بيع واحد يسوي لك مشروع. انت معنا واصبر، انت معنا ضدنا. اهدى 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 يا ورع. ابو نواف عندي لك حل من الاخر، قفل الشركه. قفل الشركه؟ حرام عليك يا ابو نواف، وضعي صعب، وين تبين اروح؟ ما يصير يا ابو نواف، انا زواجي بعد اسبوع. كذا مرتاح؟ الحمد لله حال مستقره الحمد لله. لا تناظر لا تناظر، انت مبسوط.